اهلا 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 بكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم هيرو. اول حاجه عايزه اقولها لكم، انتوا وحشتونا جدا 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 عشان ما كناش معاكم خلال الاسبوعين اللي فاتوا طبعا عشان صوم العذراء. وعايزه اقول لكم كمان تاني حاجه بقى، هي كل سنه وانتوا طيبين، يا رب تكونوا كده اتبسطتوا وصمتوا وحضرتوا النهضه، وكمان امبارح عيدتوا كده واكلتوا بقى مع كل الناس اللي انتوا بتحبوهم من عيله مثلا او صحاب او كده. فكل سنه وانتوا طيبين، وبجد بجد وحشتونا جدا. دلوقتي حالا هنبدا معاكم حلقه جديده زي ما قلنا لكم بقى من برنامجكم هيرو، اللي راجع بقى دلوقتي كده في حلقه جديده، بس فيها بقى ايه، لعب كتير جدا، اسئله جديده وكتيره جدا، ومسابقات والغاز والعاب وكل حاجه انتوا زي ما احنا كده عودناكم عليها وانتوا دايما بتحبوها. عايزه اقول لكم برده وعيد كده تاني عليكم، ان كل واي حد بيتفرج علينا هو دايما 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 بطل. ممكن يكون بطل معانا هنا في البرنامج مثلا لو كلمنا في التليفون وحاول ان هو يجاوب معانا على الاسئله ويحل معانا كده الالغاز اللي بتبقى موجوده ويعرف يعمل الاحكام اللي احنا بنقولها، وكمان يلعب معانا كل الالعاب، فهو اكيد بطل. او كمان لو انت قاعد كده عمال بتتفرج علينا وبتحاول ان انت تجمع معلومات اكتر وتشوف كده يا ترى السؤال ده ممكن يكون حله ايه، وتجرب كده تحله حتى كمان ما بينك وما بين نفسك، فانت برده اكيد بطل. او ممكن تكون بطل معانا على السوشيال ميديا، ودول بيكونوا الابطال بقى اللي بيدخلوا على الفيسبوك فان بيج بتاعتنا على سي سي بي ايجيبت، وبيدخلوا بقى كده ويجاوبوا على سؤال السوشيال ميديا، فانت اكيد 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 بطل. كمان ممكن انت تكون بطل بقى مش بس هنا في البرنامج، لكن انت اكيد كمان ممكن تكون مثلا بطل في الرسم، ممكن تكون بطل في الترانيم، ممكن يكون صوتك حلو، ممكن تكون بتعرف تمثل، ممكن تكون بتعرف تلعب كوره، ممكن تكون شاطر قوي مثلا في المذاكره، فانت اكيد في كل الاحوال انت هنا ده مكانك، لان انت اكيد بطل واكيد هيرو جدا جدا. فعايزه ان انا اشجعكم كلكم، اي حد دلوقتي عمال بقى بيتفرج علينا، ان هو يدخل دلوقتي ويكلمنا وعشان يكون بطل معانا في حلقه النهارده. لكن خلونا ان احنا نبدا طبعا معاكم بان احنا كده نفتكر مع بعض كانوا مين هم الابطال اللي موجودين معانا من بدايه السيزون ده ولغايه الحلقه اللي فاتت. خلونا نفتكر مع بعض الابطال اللي كانوا معانا من خلال السوشيال ميديا، هم جويس وائل، ابرام مدحت، بلاجيه بيجيني، وجوليا منير. دول كانوا اسامي الابطال اللي كانوا معانا على السوشيال ميديا، واللي عايزه بقى كده ايه دلوقتي بعد دقائق قليله هينضم لهم بطل او بطله جديده. اما كمان الابطال اللي كانوا معانا على الهواء، يعني كلمونا على التليفون ولعبوا معانا وحركوا معانا عجله الحظ وكل الكلام ده، كانوا مين بقى؟ هم دول اسمائهم: مارتن عادل، مايفن مينا، رينا ميلاد، كلوباتير رضا، مارلي ايهاب، جون ماهر، وجوستينا مينا. دول كانوا الابطال اللي كانوا معانا على الهواء من بدايه السيزون ده او الموسم ده يعني ولغايه الحلقه اللي فاتت. عايزه اشجعكم كلكم ان انتوا تكونوا دلوقتي كمان معانا ابطال في حلقه النهارده، سواء بقى من خلال السوشيال ميديا في اخر الحلقه خالص او على الهواء. ابداوا كده بقى كلمونا كده في التليفون عشان تدخلوا معانا ونشوف مين هيكون هيرو وبطل جدا جدا معانا في حلقه النهارده. خلونا بقى نشوف كان ايه هو سؤال السوشيال ميديا اللي كان موجود من نهايه الحلقه اللي فاتت، كان بيقول ايه. طيب واحدة واحدة كده عشان نعرف مع بعض يا ترى ايه هو الحل او الاجابة الصح. اول حاجة هنا معانا حاجة زائد حاجة زائد نفس الحاجة ب30، يبقى اول كورة دي عندنا بكام؟ ب10. طيب حاجة في حاجة زائد 10 ب35، يعني لو ودينا ال10 الناحية التانية يبقى حاجة في حاجة ب25، يبقى دي ب5، يعني دي ب10 ودي ب5. حلو كده؟ اوكي ماشي. عندنا حاجة في حاجة زائد 10 ب26، هنعمل نفس اللي عملناه بالظبط فوقيها، يعني هنودي دي الناحية التانية تبقى 16، يبقى حاجة في حاجة ب16، يبقى الكورة دي ب4، يعني احنا عندنا دي هنا ب5 ودي ب4، دي مش عارفينها ودي ب10. طيب عندنا هنا دي علامة زائد ودي علامة زائد، لكن اللي في النص دي علامة في، علامة الفي دي بنسيبها كده لوحدها على جنب لغاية ما نخلص، كأن دول كده ما بين قوسين. فعندنا العشرة دي العشرة دي والخمسة دي هنوديهم الناحية التانية، تبقى 23 ناقص 15 بكام؟ ب8. طيب 4 في حاجة ب8 يبقى الحاجة دي ب2. هي سهلة عامة، كان ممكن ان انتوا يعني ايه تقعدوا كده بس تتأنوا فيها كده وتركزوا كويس قوي وتقعدوا تفكروا كمان وتحلوها، هي بجد سهلة زي ما حليناها. فبجد انا عايزة اسقف لكل الناس اللي حلتها معانا صح، لكن عايزة اقول بقى حاجة مهمة قوي قوي يا جماعة، عشان بجد احنا بنشوف التعليقات بتاعتكم، بنشوف كل الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها، انه ناس كتيرة قوي بتبقى كتبت فعلا الاجابة الصح، لكن للأسف للأسف مش بتكتب ولا اسمها ولا عندها كام سنة ولا بتتفرج علينا او بتتابعنا من محافظة ايه.
فيعني رجاء خاص جدا ان انتوا بس مش بس تكتبوا ايه هي الاجابه صح، لكن كمان تكتبوا عندكم كام سنه واسمكم ايه وبتتفرجوا علينا منين. اما دلوقتي بقى فهنسحب اسم البطل اللي هيكون معانا في حلقه النهارده، اول بطل، وهو طبعا بطل السوشيال ميديا اللي هيكون معانا. يا ترى هيطلع بطل بقى ولا بطله؟ البطلة هي فيلومينا سامح، 6 سنين من القاهرة. وفيلومينا برافو عليكي، شاطرة جدا 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 جدا، انتي بطلة جدا وهيرو جدا معانا. وعايزة اقولك برافو عليكي ان انتي كمان مش بس كتبتي الاجابة الصح، لكن كمان كتبتي زي ما احنا متعودين كده ومتفقين اسمك وعندك كام سنة وبتتفرجي علينا من محافظة ايه. اما دلوقتي بقى فاحنا مستعدين قوي ان احنا نستقبل كل تليفوناتكم، واللي هنبدأ دلوقتي حالا هو يعني التليفون عشان تكونوا ابطال معانا في حلقة النهاردة. فخلونا نقول الو. الو، ايوه، مين معانا؟ انا مثلا بحبك قوي وحشتيني. وانا كمان بحبك قوي قوي، انت كمان وحشتينا. قولي لنا اسمك ايه؟ انا اسمي إيلاريا مجدي. مش سامعه، ممكن تقولي اسمك تاني؟ إيلاريا. إيلاريا ازيك، عامله ايه؟ انا كويسه. كويسه قوي قوي. احنا كمان بنحبك قوي قوي قوي، شكرا بجد ان انت كلمتينا، احنا مبسوطين جدا. إيلاريا قولي لي عندك كام سنه؟ 7 سنين بحالهم؟ طب يعني مستعده قوي بقى ان انت تكوني بطله جدا معانا النهارده؟ مستعده ومستعده معاكي. طب ان شاء الله كده هتكسبي معانا، خليكي شاطره جدا بقى. اوكي؟ اوكي. اوكي، طب إيلاريا قولي لي ايه اكتر حاجه تانية بتحبيها كده وبتتبسطي قوي وانت بتعمليها وبتحسي ان انت بطله فيها جدا؟ الترانيم والالحان. الترانيم والالحان، برافو عليكي، شاطره قوي قوي يا إيلاريا. يلا بينا نبدا. يلا بينا. تعرفي بقى تقولي باعلى صوت عندك انا هيرو انا بطل؟ انا هيرو انا بطل. شاطره جدا يا إيلاريا، برافو عليكي. خلونا بقى كده نشوف يا ترى، يا هل ترى عجله الحظ هتقف فين دلوقتي؟ نفسك ان هي تقف فين بقى يا إيلاريا؟ صندوق الالعاب. بصي هي وقفت بعد صندوق الالعاب، يعني بحاجه بسيطه وقفت لك عند التاج. عارفه يعني ايه ان عجله الحظ تقف عند التاج؟ الايات والكتاب المقدس. برافو عليكي، شاطره جدا جدا. ايات فعلا من الكتاب المقدس او معلومات من الكتاب المقدس. طب تيجي بقى نشوف دلوقتي حالا السؤال بيقول ايه؟ ماشي. يلا بينا، تعالي نشوف كده التاج دلوقتي حالا هينزل لنا بالسؤال بتاعه. السؤال بيقول، هي فعلا ايه؟ واحنا هنكملها. اوكي، السؤال بيقول، هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره نقط. الاختيارات. لا احنا بنكمل مع بعض الايه، الذي تفسيره نقط. اوكي، الاختيارات، الرب معنا ولا الله معنا ولا الله مخلصنا ولا يسوع؟ الله معنا. الله معنا، متاكده؟ متأكدة. طيب تعالي نشوف كده، انت جاوبتي بسرعة جدا وشكلك متأكدة كده من الإجابة، تعالي نعرف صح ولا مش صح. برافو برافو، شاطرة قوي قوي يا إيلاريا، برافو عليكي، انت كده جاوبتي على أول سؤال صح. مستعدة ان احنا نكمل؟ يلا بينا، عايزاكي برضو بأعلى صوت عندك تقولي انا هيرو انا بطل. انا هيرو انا بطل. شاطرة جدا جدا يا إيلاريا. ويا ترى يا ترى يا ترى عجلة الحظ بقى فعلا هتقف لك عند صندوق الألعاب ولا هتقف لك فين؟ يا ترى يا ترى يا ترى، عجلة الحظ لسه بقى عمالة كده إيه بتلف معانا وبتلعب معانا. وقفت لك عند الكمبيوتر. عارفة يعني إيه إن عجلة الحظ تقف عند الكمبيوتر؟ لا. طب تعالي كده نفتكر مع بعض، لما عجلة الحظ تقف عند الكمبيوتر معناها سؤال في الاي كيو او معلومات عامة او جغرافيا. اوكي؟ اوكي ماشي، اتفقنا. يلا بينا بقى، تعالي نشوف دلوقتي حالا الكمبيوتر كده هيسألنا ويقول لنا ايه النهاردة. الكمبيوتر فعلا نزل لك بالسؤال يا إيلاريا، وبيقول لك، ما هي عاصمة انجلترا؟ في دولة اسمها انجلترا، عارفاها يا إيلاريا؟ اوكي، فيها بقى دولة، سوري، فيها مدينة هي العاصمة. المدينة دي اسمها ايه؟ اسكتلندا ولا بون ولا لندن ولا برلين؟ والتايم ابتدى. ما هي عاصمة انجلترا؟
اسكتلندا ولا بون ولا لندن ولا برلين؟ لسه فاضلك 15 ثانية. فكري 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 فكري. ما هي عاصمة انجلترا؟ انت قلتي اجابة؟ مش سامعة بس هو التايم انتهى، فقوليه بقى اجابة كده. برلين. متأكدة؟ اه. طيب تعالي نشوف كده يا ترى الكمبيوتر هيقول لنا ان دي اجابة صح ولا مش صح؟ للأسف الإجابة مش صح، هي الإجابة الصح بتاعتها كانت لندن. يعني كان نفسنا ان انت تكملي معانا اكتر من كده يا إيلاريا، بس انا بجد عايزه اشجعك واسقفلك قوي قوي قوي، اقول لك ان انت شاطره قوي وان انت كمان جاوبتي معانا على سؤال صح، فانت بجد شاطره وبرافو عليكي، وان احنا كمان بنحبك جدا وشكرا ان انت كلمتينا. حاولي تكلمينا تاني بقى، والمره الجايه ان شاء الله اكيد 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 تكسبي معانا وتكوني بطله هنا معانا في البرنامج. اما دلوقتي بقى فخلونا نطلع كده نتفرج على فاصل صغير جدا ونرجع لكم تاني على طول. دير القديسة العذراء مريم المحرق بجبل كسقام بيبعد 12 كيلومتر عن مدينة الأوسية بمحافظة أسيوط، هو واحد من الأديرة والمزارات القبطية المصرية. جت فيه العائلة المقدسة وقعدت فيه حوالي 6 شهور و10 أيام، ويعتبر دي أكبر فترة قضتها العائلة المقدسة عن كل الأماكن اللي زارتها في مصر. اتعرف الدير باسم كسقام أو جبل كسقام لأن الدير موجود في جبل اتقال عليه زمان كسقام. في الدير موجود كنيسة القديسة عذراء مريم الأثرية، وهو البيت المهجور اللي عاشت فيه العائلة المقدسة، والحصن الأثري القديم، وكنيسة الملاك ميخائيل. ويتقال على الدير أورشليم التانية عشان لما اتبنى الدير اتبنت فيه كنيسة العذراء مريم، والحجر اللي كان بيقعد عليه الطفل يسوع هو مسبح الكنيسة الأثرية. بركة ماما العذراء والعائلة المقدسة تكون معنا يا أصحابي. لسه مكملين معاكم في حلقتنا النهارده من برنامجكم هيرو، ودلوقتي حالا بقى ايه بعد ما شفنا التقرير الجميل ده، خلونا دلوقتي كده ان احنا ناخد معانا التليفون الجاي ونقول له الو. الو. ايوه مين معانا؟ انطونيوس. الو انطونيوس، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قول لنا بقى انت عندك كام سنه؟ 12 ولا 13؟ 12. طب شاطر جدا جدا، قولي بقى مستعد ان انت تكون بطل معانا كده واول بطل معانا في حلقه النهارده من خلال التليفون؟ هاي يلا بينا ان شاء الله. طب قولي يا انطونيوس ايه اكتر حاجه كده بره البرنامج بتحبها قوي وبتحس ان انت بطل فيها جدا جدا كده وشاطر جدا؟ الكوره. الكوره. طب بتلعب ايه بقى في الملعب؟ يعني نص الملعب مثلا ولا دفاع ولا هجوم ولا ايه؟ هجوم. هجوم. طب بتجيب اجوان بقى جامده جدا وكده؟ أيوة. برافو عليك، شاطر شاطر شاطر. طيب خلينا بقى نبدا كده مع بعض دلوقتي ونلف مع بعض عجله الحظ بعد ما تقول لنا انا هيرو انا بطل. ماشي يلا بينا. انا هيرو انا بطل. شاطر جدا يا انطونيوس، يلا بينا عجله الحظ هتلف دلوقتي حالا اهي. طب قولي بقى يا انطونيوس نفسك ان عجله الحظ تقف فين؟ التاج. التاج. طب تعالى نشوف كده يا ترى هتقف فين. عجله الحظ وقفت لك عند الكمبيوتر. عارف يعني ايه ان عجله الحظ تقف عند الكمبيوتر ولا فكرك؟ معلومات عامه. شاطر برافو عليك، فعلا لما عجله الحظ تقف عند الكمبيوتر معناها سؤال في المعلومات العامه او اي كيو او جغرافيا. مستعد ليه؟ مستعد. يلا بينا تعالى نشوف بقى دلوقتي حالا كده الكمبيوتر هيسالنا ويقول لنا ايه. الكمبيوتر فعلا نزل لنا هو على طول بالسؤال، والسؤال بيقول تعتبر رمز للثقافة في مصر هي ايه؟ الاختيارات مكتبة المدرسة ولا برج القاهرة ولا مكتبة الاسكندرية ولا مراكز الشباب الرياضية. والتايم ابتدى.
أنطونيوس أنت معانا صح؟ ألو. طب يلا قولي، تعتبر رمز للثقافة في مصر مكتبة المدرسة ولا برج القاهرة ولا مكتبة الأسكندرية ولا مراكز الشباب الرياضية؟ والفاضل لك 15 ثانية. مكتبة الأسكندرية. متأكد؟ أيوة متأكد. طب تعالى نشوف كده يا ترى الكمبيوتر يقول لنا إن دي إجابة صح ولا مش صح. شاطر جدا جدا جدا، برافو عليك يا أنطونيوس، انت كده جاوبت على اول سؤال صح وبثقة كده وبثبات وكنت شاطر جدا. يلا بينا نكمل. يلا بينا نكمل. يلا بينا، قول لي بقى ايه بأعلى صوت عندك. انا هيرو انا بطل. انا هيرو انا بطل. شاطر جدا جدا جدا، وعجلة الحظ كمان عندنا شاطرة جدا جدا اهي. وهنشوف بقى يا ترى فعلا هتقف لك عند التاج زي ما نفسك ولا هتقف فين؟ خلينا نشوف يا ترى يا ترى يا ترى. بدأت بقى عجلة الحظ تبطأ جدا وقفت لك فعلا عند التاج. طب هايل، تمام. طالما بقى انت كان نفسك ان هي تقف عند التاج اكيد عارف بقى ده معناه ايه صح؟ ايات. ايات، برافو عليك شاطر. ايات وبنكملها او معلومات من الكتاب المقدس. يلا بينا بقى نشوف دلوقتي حالا كده التاج هيقول لنا ايه السؤال بتاعه النهارده. طيب التاج فعلا نزل لك بالسؤال، والسؤال بيقول العليقة هي أحد رموز نقط السيد المسيح ولا العذراء مريم ولا القيامة ولا العهد القديم والتايم ابتدى؟ العذراء مريم. العذراء مريم. متأكد؟ متأكد. جاوبت بسرعة جدا. متأكد؟ متأكد. طب تعال نشوف كده يا ترى هتطلع الإجابة صح ولا مش صح؟ تعال نشوف. شاطر جدا 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 جدا، برافو عليك يا أنطونيوس. عايزين بقى نستمر بنفس ايه الشطاره دي. اوكي اوكي يلا بينا. يلا قول بقى كده معانا انا هيرو انا بطل. انا هيرو انا بطل. يلا بينا يا عجله الحظ. طب نفسك بقى ان هي دلوقتي تقف فين بعد ما خلاص يعني وقفت لك عند التاج زي ما كنت عايز؟ اي حاجه. اي حاجه بقى خلاص، احنا كده كده هنبقى شاطرين يعني. طيب هنشوف. وعجلة الحظ دلوقتي حالا وقفت لك عند صندوق الألعاب، يا ترى بقى هتختار لك ايه من صندوق الألعاب؟ اختارت لك حكم. طيب تعالى نسمع كده الحكم هنا من ايه؟ من صندوق الألعاب. الحكم بيقول لك ان انت تطلع لنا ثلاث آيات بحرف النون. ثلاث آيات بحرف النون يا أنطونيوس، يلا التايم ابتدى. بفكر ثانية. ماشي فكر ثانية. ها ثلاث آيات بحرف النون. نشكر الله. نشكر الله. طب ماشي اوكي، ايه تاني؟ بفكر. فكر بس بسرعة شوية. ماشي. طب قول حتى واحدة كمان، حتى واحدة بس، آية واحدة كمان بس. بفكر. ماشي ماشي. نور أشرق من الظلمة. نور أشرق من الظلمة، يعني جاوبت على آيتين صح، ينفع كده عندنا يا أستاذ؟ تمام، برافو عليك. وصندوق الألعاب وافق جدا جدا على إن هما يكونوا آيتين، وقالك إن أنت شاطر جدا جدا وكمان عرفت تجاوب على السؤال ده. طيب خلينا بقى تاني كده دلوقتي برضو نرجع تاني نلف عجلة الحظ. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا، قول لنا بقى أنا هيرو أنا بطل. أنا هيرو أنا بطل. يلا بينا يا عجلة الحظ، يا ترى هتقف فين؟ مش فارق لك انت خلاص بقى كده خالص يا أنطونيوس، يعني تقف عند اي حاجة مش فارق لك؟ ماشي. طيب خلينا نشوف يا ترى عجلة الحظ هتقف فين؟ بطأت جدا ووقفت فعلا دلوقتي عند البردي. طيب عارف يا أنطونيوس يعني ايه ان عجلة الحظ تقف عند البردي؟ شخصيات. شخصيات. طيب برافو عليك فعلا، تاريخ او شخصيات. خلينا بقى نشوف دلوقتي حالا كده البرد هينزل لنا بالسؤال وهنعرف السؤال بيقول ايه. البرد بقى بيسالك بيقول لك ايه، مين هو صاحب الهرم الاصغر في منطقه الاهرامات؟ عارف الاهرامات، اهرامات الجيزه؟ الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر. هو خوفو ولا خفرع ولا منقرع ولا المدرج؟ والتايم ابتدى. منقرع. منقرع. متأكد؟ الأصغر منقرع. الأصغر منقرع، يعني أنت واثق.
واحد. طيب تعالى نشوف كده يا ترى هتكون الإجابة صح ولا مش صح. شاطر جدا 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 يا أنطونيوس، برافو عليك، شاطر قوي. عارف انت كده فاضل لك كام سؤال وتكسب معانا؟ سؤال بس، سؤال واحد بس. طب نفسك بقى قولي على حاجه نفسك ان عجله الحظ طيب تقف فيها في السؤال الاخير ده، اي حاجه. صندوق الالعاب. صندوق الالعاب عايز تلعب تاني مثلا؟ طب تعالى نشوف يا ترى هتقف فعلا في صندوق الالعاب ولا لا. بس قول لنا بقى كده ايه. انا هيرو انا بطل. انا هيرو انا بطل. شاطر جدا، وعجله الحظ كمان شاطره جدا وبتكتب بسرعه جدا جدا اهي. وهنشوف يا ترى هتقف لك فعلا عند صندوق الالعاب ولا هتقف فين. وده اخر سؤال، يعني لو جاوبت عليه صح هتبقى كسبت معانا. عجله الحظ وقفت لك عند الاسد. عارف يعني ايه ان عجله الحظ تقف عند الاسد؟ عند الحيوانات. برافو عليك، شاطر. يعني اسئله عن الحيوانات. طب انت شاطر في الحيوانات ومعلومات عنهم وكده وبتحب الحيوانات ولا مش قوي؟ يعني طب ان شاء الله يجي بقى السؤال سهل، هنشوف كده. تعالى نشوف الاسد دلوقتي حالا هينزل لنا بسؤال بيقول ايه. الاسد فعلا نزل لك بالسؤال، والسؤال بيقول ايه هو الحيوان اللي عظمه بره جسمه ولحمه هو اللي جوه الجسم؟ يعني العكس، يعني العظم هو اللي بره واللحم هو اللي جوه. يا ترى ايه هو بقى الحيوان ده؟ الأنفد ولا السلحفة ولا البطريق ولا الدب؟ والتايم ابتدى. السلحفة. السلحفة، ده شكلك واثق جدا. متأكد؟ متأكد. متأكد، خلاص يعني لو دي صح كده هتبقى كسبت معانا. أيوة أكيد. طب تعالى بقى نشوف يا ترى هتطلع صح ولا مش صح. صح جدا 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 جدا. برافو عليك يا أنطونيوس، انت شاطر قوي. أنطونيوس انت قفلت. شاطر قوي بجد، برافو عليك. وعايزه اقول لك ان انت اول بطل معانا من خلال التليفون النهارده، يعني انت كده ايه النهارده اول بطل معانا. وان شاء الله هتكون برضو موجود معانا في حلقه توزيع الجوائز، واللي بتكون طبعا حلقه بقى كده فيها احتفالات وجوائز كتير وابطال كتير جدا جدا جدا. فمبروك عليك وبجد شاطر جدا، وبسقف لك قوي قوي اهو. طيب خلونا بقى دلوقتي كده نشوف لو احنا معانا ابطال تانيين على التليفون ونقول لهم الو. الو الو. ايوه مين معانا؟ انا انطونيوس. انت انطونيوس تاني ولا انطونيوس الاولاني؟ لا انطونيوس الاولاني. انت انطونيوس الاولاني؟ طب مبروك يا انطونيوس، انت كسبت معانا. ما انا عارف. طب انا بقى كده الوان ولا اعمل ايه؟ انت ايه ولا تعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ انت قول لنا باي باي واقفل واحنا خلاص بقى. باي باي. طيب خلونا بقى نشوف دلوقتي لو معانا ابطال تانية كمان دلوقتي نقول لهم الو. الو 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 الو. طيب خلونا بقى كده ايه لغايه لما البطل اللي جاي او البطله اللي جايه يرجعوا لنا تاني. خلونا كده نرجع مع بعض. احنا اصلا ايه هي عجله الحظ دي؟ عجله الحظ دي عندنا مهمه جدا جدا جدا، ودايما هي اللي بتكون كده قائده في الالعاب عندنا. يعني على حسب عجله الحظ بتقف فين احنا بنشوف هيكون مثلا عندنا سؤال ولا لعبه ولا حكم ولا ايه. فخلونا كده عشان لو اي حد مثلا لسه النهارده اول مره بيتفرج علينا او لسه ما حفظش معانا ايه هم العلامات اللي احنا ممكن نقف عندها او المحطات اللي ممكن تقف عند عجله الحظ، نراجع معاه. عجله الحظ ممكن هي تقف لنا عند التاج، ولو وقفت عند التاج معناها سؤال في المعلومات ليها علاقه بالكتاب المقدس او ايه واحنا بنكملها مع بعض. اما لو وقفت عند الاسد فمعناها سؤال عن الحيوانات عامه. ويعني يا ريت بقى يا جماعه ان هي لما توقف لكم عند الاسد كده كمان تقولوا لنا وتشاركونا ايه اكتر حيوان برضو بتحبوه. اما لو وقفت عند الكمبيوتر فمعناها سؤال في الاي كيو او المعلومات العامه او الجغرافيا. اما لو وقفت عند الترينتو فمعناها سؤال عن الطقس. ولو عجله الحظ وقفت عند البردي معناها سؤال عن الشخصيات والتاريخ. كمان ممكن عجله الحظ تقف عند صندوق الالعاب، واول لما بيفتح عندنا صندوق الالعاب بيبقى عندنا بقى حاجه من ثلاثه، يا اما لعبه او لغز او حكم. فبعد كده لما راجعنا مع بعض خلونا نشوف مين اللي دلوقتي اول حد هيكلمنا بعد هذه المراجعه القصيره. الو. الو. ايوه. انا لافانيا. مين معانا؟ انا لافانيا. لافانيا ازيك عامله ايه؟
أنا كويسة الحمد لله. قولي لي يا لافانيا عندك كام سنة؟ عندي 13 سنة. 13 سنة، طب ومستعدة إن أنت تكسبي بقى معانا النهاردة وتكوني بطلة جدا كده في الحلقة؟ ماشي أوكي. ماشي أوكي، طيب ماشي خلاص اتفقنا أوكي. طب لافانيا قولي لي أنت بقى إيه أكتر حاجة بتحبيها وبتحسي إن أنت بطلة فيها جدا كده بره الحلقة؟ الترانيم. الترانيم؟ يعني صوتك حلو وبتحبي بقى ترنمي وكده؟ ايوه. طيب شاطره جدا جدا، برافو عليكي. طيب عايزه بقى كده نفسك ان دلوقتي عجله الحظ تقف لك عند ايه؟ تمام. نفسك ان هي تقف لك عند ايه؟ عند ايه عجله الحظ؟ كمبيوتر. عند ايه؟ الكمبيوتر او اي حاجه. الكمبيوتر يعني. او اي حاجه، انت كده كده يعني هتبقي شاطره صح كده؟ ايوه. ايوه طب تعالي نشوف كده مع بعض وقولي لنا بقى كده بصوت قوي جدا جدا، انا هيرو انا بطل. انا هيرو انا بطل. شاطره جدا يا لافانيا، وخلونا نشوف بقى يا ترى يا هل ترى عجله الحظ فعلا هتقف لك عند الكمبيوتر ولا هتقف فين؟ خلينا نشوف. عجله الحظ بقى بتبطئ كده واحده بواحده ووقفت لك عند صندوق الالعاب. طب يا ترى بقى هيطلع ايه دلوقتي حالا من صندوق الالعاب؟ طلعت لنا لعبه. لافانيا عارفه اللعبه بتاعه الاستوديو، مستعده ان انت كده تلعبيها معانا؟ ايوه. برافو عليكي شاطره جدا. تعالي بقى نشوف يا ترى دلوقتي احنا المفروض ان كل صندوق من دول بيبقى وراه حاجه، المفروض ان انت تشوفي الحاجه اللي ورا مثلا سته كانت موجوده فين تاني، اللي ورا اتنين كانت موجوده فين تاني، اللي ورا تلاته كانت موجوده فين تاني وهكذا. يلا بينا. يلا بينا. اوكي. في واحد الصندوق فيه عروسة، اتنين فيه عربية، تلاتة فيه سمايلي فيس، واربعة فيه سوبرمان، خمسة فيه سوبرمان، وستة فيه سمايلي فيس، وسبعة فيه عروسة، وتمانية فيها عربية. يلا بينا خلينا نبدأ بقى بواحد عروسة. يا ترى العروسة موجودة فين تاني؟ سبعة. شاطرة جدا، برافو عليكي شاطرة جدا جدا. طيب اتنين فيها عربية، موجودة العربية فين تاني؟ تمانية. في اجابات واثقة فعلا صح، برافو عليكي فعلا العربية موجودة تاني في تمانية. طيب تلاتة فيها سمايلي فيس، يا ترى موجود فين تاني؟ ستة. برافو عليكي شاطرة جدا جدا. طيب أربعة فيها سوبرمان، يبقى كان موجود فين تاني؟ خمسة. برافو عليكي شاطرة جدا جدا يا لافانيا، انت كده جاوبتي على سؤال صندوق الألعاب صح، أو يعني عرفتي ان انت تحلي معانا اللعبة، فبرافو عليكي جدا جدا جدا. ويلا بينا بقى ايه نكمل تاني ونلف تاني كده مع بعض عجلة الحظ بعد ما تقولي لنا أنا هيرو أنا بطل. أنا هيرو أنا بطل. برافو عليكي يلا بينا. طب انت اول حاجه بقى وقفت لك فعلا عندها كانت لعبه، يعني دي بدايه لذيذه. يا ترى بقى دلوقتي هتقف لك عند الكمبيوتر ولا هتقف فين؟ تعالي نشوف. يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى عجله الحظ بطأت جدا ووقفت فعلا عند التاج. عارفه يعني ايه ان عجله الحظ تقف عند التاج؟ الايات. يا ايات، برافو عليكي شاطره، برافو عليكي جدا جدا. طيب خلينا بقى نشوف دلوقتي كده يا ترى التاج هينزل لنا بسؤال بيقول ايه. التاج فعلا نزل لنا بالسؤال، والسؤال بيقول قامت نقط عن يمين الملك. الاختيارات الأميرة ولا الملكة ولا القديسة ولا العذراء، والتايم ابتدى. الملكة. الملكة، بتقوليها كده بكل ثقة متأكدة؟ الملكة. قامت الملكة عن يمين الملك متأكدة؟ أيوه. طيب تعالي نشوف كده يا ترى هتطلع الإجابة صح ولا مش صح؟ شاطرة جدا جدا يا لافانيا، برافو عليكي، برافو برافو برافو، وانت كده جاوبتي على سؤالين صح، او يعني مرتين من عجلة الحظ كده بعد ما وقفت انت جاوبتي عليهم صح. مستعدة ان احنا نكمل؟ تمام مستعدة. يلا بينا خلينا بقى نقول كده ايه انا هيرو انا بطل. انا هيرو انا بطل. شاطرة جدا، وعجلة الحظ كمان هيرو اهي معانا وبطلة جدا برضو معانا عجلة الحظ بصراحة، وبتلف لنا بقى وهنشوف دلوقتي يا ترى هتقف عند محطة ايه؟ عجلة الحظ بطأت جدا ووقفت لك فعلا عند الكمبيوتر زي ما انت كنت عايزة. مستعدة بقى لسؤال الكمبيوتر؟
مستعدة. يلا بينا. طبعا زي ما انت عارفة ان الكمبيوتر بيبقى ليه علاقة مثلا بآي كيو او جغرافيا او معلومات عامة، صح كده؟ تمام تمام. يلا بينا كده بقى، تعالي نشوف الكمبيوتر دلوقتي حالا هيسألنا ويقول لنا ايه. الكمبيوتر فعلا نزلك بالسؤال، والسؤال بيقول كام ساعة في الأسبوع؟ والاختيارات بتقول 186 ولا 168 ولا 135 ولا 125 والتايم ابتدى. كام ساعة في الأسبوع؟ احسبيها بقى بسرعة جدا جدا جدا. الأسبوع فيه كام ساعة يا ترى؟ لافانيا معاكي 10 ثواني. 10 ثواني. ها التايم خلص. ها الاسبوع بقى كده فيه كام ساعة؟ 186 ولا 168 ولا 135 ولا 125؟ 168. 168 متأكدة؟ ايوه. طب يلا بينا كده نشوف يا ترى هتطلع الاجابة صح ولا مش صح. صح جدا جدا جدا، برافو عليك يا لافانيا، شاطره قوي قوي قوي. فعلا الاجابه الصح كانت 168، وعشان لو اي حد برضو عمال بيتفرج علينا كده وما كانش عارف بتتجاب ازاي او بتتحسب ازاي، احنا عندنا في الاسبوع فيه 7 ايام واليوم فيه 24 ساعه، فبنضرب 24 في 7 بتبقى الاجابه فعلا ب 168. يلا بينا نكمل. يلا يلا بينا. قول لنا بقى نهير انا بطل. أنا هيرة أنا بطل. شاطرة جدا. يلا بينا نشوف يا ترى عجلة الحظ هتقف لك فين. طب نفسك بقى ان هي تقف لك فين بعد ما خلاص يعني وقفت لك عند الكمبيوتر زي ما كنت عايزة؟ أي حاجة. أي حاجة؟ مفيش أي حاجة مثلا كده معينة بتحبيها أكتر؟ أي حاجة. ماشي. طيب هي عجلة الحظ عامة وقفت لك عند الأسد، عارفة يعني إيه إن هي تقف عند الأسد؟ عند الحيوانات. عند الحيوانات، صح، يعني سؤال ليه علاقة بالحيوانات. طب قولي لي بقى إيه أكتر حيوان بتحبيه؟ الكلب. الكلب؟ عندك كلاب طيب؟ مربية أي كلب أو كده؟ لا بس يعني بحب. بس بتحبيه؟ طب برافو عليكي شاطرة قوي. طيب خلينا بقى نشوف يا ترى الأسد دلوقتي حالا هينزل لنا بسؤال سهل ولا صعب ولا عامل إيه؟ خلونا نشوف. الأسد فعلا نزل لك بالسؤال، والسؤال بيقول يعتبر الضفدع من نقط من الثدييات ولا الطيور ولا البرمائيات ولا الحشرات؟ والتايم ابتدى. معلش السؤال تاني. طبعا يعتبر الضفدع من نقط، يعني الضفدع ده بيعتبر من ايه؟ من الثدييات ولا الطيور ولا البرمائيات ولا الحشرات؟ البرمائيات. متأكدة؟ متأكدة. طب تعالي نشوف كده يا ترى هتطلع الإجابة صح ولا مش صح؟ برافو عليكي شاطرة جدا 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 جدا، برافو عليكي يا لافانيا شاطره قوي. انت كده بقى عارفه فاضل لك كام سؤال؟ سؤالين. لا فاضل لك سؤال واحد بس. واحد. سؤال واحد بس، يعني لو جاوبتي على السؤال اللي جاي صح ده يبقى انت كده بقيتي بطله معانا. اوكي تمام. طب يلا تمام، قولي لنا بقى نهير انا بطل. نهير انا بطل. برافو عليكي. وطبعا انا ايه خلاص عرفت ان انت، او كمان عجله الحظ عرفت ان انت مش فارق لك، يعني لو وقفت عند اي حاجه انت كده كده ان شاء الله هتبقي شاطره فيها، صح؟ صح صح. طب تعالي نشوف يا ترى هتقف لك فين. عجله الحظ بطأت جدا جدا، وفعلا اهي وقفت لك عند البردي. طب عارفه او فاكره يعني ايه ان عجله الحظ تقف عند البردي؟ تاريخ او شخصيه. برافو عليكي شاطره قوي قوي قوي. طب تعالي بقى نشوف دلوقتي حالا كده البرد هيسالنا ويقول لنا ايه، وعايزاكي تركزي قوي قوي عشان لو جاوبتي ده على السؤال ده صح هتكوني بطله معانا. اوكي تمام تمام. يلا بينا تعالي نشوف دلوقتي حالا البرد هيسالنا ويقول لنا ايه. البرد فعلا عندنا شاطر جدا برده وبطل جدا اهو، نزل لك على طول بالسؤال، والسؤال بيقول مين هو اللي لقبه ابن الضحك؟ في حد في الكتاب المقدس لقبه ابن الضحك، هل هو إسحاق ولا يوسف ولا موسى ولا يعقوب؟ والتايم ابتدى. إسحاق. إسحاق. متأكدة؟ أيوه. ده أنت جاوبتي بسرعة جدا. طب تعالي نشوف كده يا ترى هتطلع الإجابة صح ولا مش صح؟ إسحاق. إجابة صح جدا 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 جدا. برافو برافو برافو.
عليك يا رفانيا، شاطره قوي، وانت كده بقيتي تاني يعني تاني بطله معانا النهارده في حلقه النهارده من خلال التليفون. فعايزه اقول لك مبروك وبرافو عليكي، احنا اتبسطنا قوي ان انت كنتي موجوده معانا، وهنشوفك بقى ان شاء الله في حلقه توزيع الجوائز والهدايا. باي باي. باي باي. باي. طيب خلونا بقى نروح نتفرج على الفاصل اللي جاي ده، فاصل صغير جدا جدا، ونرجع لكم تاني على طول. مكملين معاكم في حلقه النهارده، لكن للاسف وصلنا لنهايه الحلقه. بس عايزه اقول لكل الناس اللي كلمتنا، شاطرين جدا جدا، برافو عليكم، احنا كمان كنا مبسوطين قوي قوي ان انتوا كلمتونا النهارده. وخلونا بقى نختم كده بسؤال السوشيال ميديا، واللي هيكون موجود على فيسبوك من دلوقتي حالا ولغايه الحلقه اللي جايه. فخلونا بقى نشوف يا ترى يا هل ترى ايه هو السؤال ده. السؤال كده زي ما انتوا شايفين بيقول يا ترى علامه الاستفهام دي مفروض يكون مكانها رقم كام، او علامه الاستفهام دي بكام. هو ده سؤال السوشيال ميديا. عايزه بس اكد عليكم ان كل حد بيدخل دلوقتي حالا او من دلوقتي يعني ولغايه الحلقه الجايه يجاوب عليه، مش بس بيكتب الاجابه هي ايه، لكن كمان بيكتب اسمه وعنده كام سنه وبيتفرج علينا او بيتابعنا من محافظه ايه، لان دي حاجات مهمه جدا جدا. لو انت ما كتبتهاش للاسف مش بنعرف ان نخلي الورقه بتاعت اسمك موجوده معانا هنا في السحب اللي بيكون موجود في اول الحلقه. فما تنسوش ان انتوا تكتبوا اسمكم وعندكم كام سنه وبتتفرجوا علينا من محافظه ايه. اما دلوقتي بقى فخلونا كده نفتكر مع بعض ونرجع مع بعض كانوا مين الابطال اللي موجودين معانا في حلقه النهارده، واول حد منهم كان فيلومينا سامح، كانت هي بطله السوشيال ميديا، وكان معانا انطونيوس انور على الهواء، ولافانيا ولافانيا عاطف كمان كانت معانا من الابطال اللي كانوا موجودين معانا على الهواء. فبسقف لكم جدا 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 جدا، وعايزه اقول لكم شاطرين قوي كلكم، كل الناس بقى سواء اللي عرفت ان هي توصل معانا لغايه النهايه وجاوبت على كل الاسئله صح، او كمان الناس اللي حاولت بس ما كملتش قوي، او الناس اللي حاولت اصلا ان هي تتكلم في التليفون. فانتوا كلكم بجد كلكم ابطال، وشكرا جدا على متابعتكم لينا في حلقه النهارده، واستنونا بقى في الاسبوع الجاي هتكون معاكم موجوده ساندرا. وباي باي.